الاستاذ سمير صبري هو قيمه كبيره فنيه وقامه، هو بيتمتع بشموليه للفن يعني كل المجالات الفنيه هو ترقى، كاذاعه كبير كمذيع تلفزيوني كان بيقدم برنامج من اهم البرامج اللي كانت موجوده النادي الدولي وهذا المساء، ايضا اخترق مجال الانتاج وانتج 22 فيلم، رصيده السينمائي 138 فيلم، بيغني بيعمل فن استعراضي، فشموليه في كل فروع الفن. خليني يا استاذ سمير ابدا مع حضرتك المشوار الكبير والضخم ده، خليني اكلمك الاول نبدا بما اننا في مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه، واتكلمنا عن يعني تكريمك في هذه الدوره العاشره، حضرتك كنت بتحضر قبل كده المهرجان، واعتقد ان معرفتك بالسينما الافريقيه كانت من خلال هذا المهرجان. سبق لي حضوري مهرجان الأقصر اللي بشهد العشر سنوات اللي فاتت نموه بالثنائي العنيد اللي أنشأ هذا المهرجان، وأول مرة جيت كان عرض فيلم التوقيت القاهرة في إخراج أمير رمسيس، واخر افلام صديق عمري نور الشريف، والشيء اللي كان مميز وقتها ان احنا عملنا عرض هنا لتوقيت القاهره، اخر فيلم مثله عمر الشريف نور الشريف كان معايا، واول فيلم مثله قصر الشوق كان معايا، ومن قصر الشوق للتوقيت القاهرة عملنا مع بعض 15 فيلم من كل الأشكال الدرامية في السينما، أشهرهم يمكن كان الإخوة الأعداء لحسين الدين مصطفى، وحاجات كوميدي كتير قوي عملناها سوا مع بعض، وكان الله يرحمه يعني بيتمتع بحب السينما زي وبأخلاق عالية جدا 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 جدا، وحتى لما عمل النادي العالي وتعرض لهجوم شنيع جدا كان دايما يشتكي لي أنا من هذا الهجوم، فلما عملنا هنا بتوقيت القاهرة أعتقد كان سنة 2015 ونجح فيلم نجاح كبير جدا. حضرت بعد كده دورة أخرى كان فيها تكريم للراحل الكبير جميل راجل. السينما الإفريقية مهمة جدا للسينما المصرية. وفي أول مرة حضرت قلت إن مهرجان السينما الإفريقية بالثنائي سيد وعزة لابد إنهم يعملوا أسابيع للفيلم المصري في كل الدول الإفريقية اللي شرفونا هنا في المهرجان. يقام اسبوع برعايه وزاره الثقافه لتسويق الفيلم المصري وفتح اسواق جديده للفيلم المصري في افريقيا. وافريقيا في عدد كبير جدا من اللبنانيين والسوريين والى اخره وحتى المصريين في كل دول افريقيا من جنوب افريقيا الى الشمال الى الجنوب. فلقد اقتراحي قبول عن الاستاذ سيد وعبد الحسيني، وقلت على وزاره الثقافه ووزاره السياحه تنظيم هذه الاسابيع المصريه بافلام مصريه لفتح الاسواق الجديده للسينما المصريه، ولتشجيع الانتاج المشترك ما بين مصر وبين هذه الدول الافريقيه، مع الاستعانه بزي داني كلوفر وبين اخر النجوم الافارقه اللي من اصل افريقي اللي هم كانوا ضيوف في هذا المهرجان على مدى العشر سنوات اللي فاتت. اهميه السينما الافريقيه في رايي انا مهمه جدا 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 جدا، يمكن ميزه السينما المصريه ان هي كانت اول سينما بعد باريس
في 1896 زي ما حضراتكم عارفين. وهي السينما الرائدة في أفريقيا وفي آسيا وفي منطقة الشرق الأوسط وإلى آخره. حضوري هذا المهرجان في دورته العاشرة، وسعدت جدا 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 إن وأنا عايش ناس افتكرت إنها تقول أنت عملت حاجة في السينما، عملت حاجة في الفن، عملت حاجة في الإعلام، هنجي لك جايزة ونفتكرك ونقعدك مع صفة من الصحفيين الكبار زي اللي أنا شايفهم أمامي دلوقتي عشان يسألوك عن مشوارك الكبير. أعلن. تحية لصديقي الكبير. فوصولي إلى هذه الثورة العاشرة وحصولي على هذا التكريم في الافتتاح كان شرف كبير ليا، سعدت جدا بيه، حسيت إن مشواري في الإعلام والسينما ما راحش، لأن تكريمي في السينما الإفريقية أو في مهرجان السينما الإفريقية شيء كبير جدا 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 بعتز بيه.